ام الله يرحمها كانت دايما تقول لي لم النعمه النعمه تلمك او لا يعني ايه المثل ده ماما كانت تقول لي طول ما انت محافظه على نعمه ربنا مديها لك وما ولا بتكبي ولا بتخسري وبتحافظي عليها وبتلملمي هتفضل عندك والخير والبركه هيبقوا مليانين عندك انما انت طول ما انت بتكبي وبتهضري وبتخسري ومش في مخك الحاجه اللي عندك دي فبمعنى اصح هتزول من وشك يعني النعمه هتزول من عندك تمام فاي حاجه بتبقى من عندك ما ترمهاش واحتفظي بيها خليها في التلاجة لو هينفع عليها اعاده تدوير اعاده تدويرها لو مش هتاكليها بس طول ما انت محافظه عليها يعني مش عفنت ولا باظت انت خليها تبقى حاجه كويسه اديها لحد محتاجها او حد ياكلها يعني تمام فانا كان عندي فراخ من امبارح كنت عاملاها بالطريقه بقى المعتاده اللي هو سلق الفراخ كنت عاملاها محشيه وسلقتها وبعد كده دخلناها في الفرن فاولادي ما النواب بتاعتهم فانتوا عارفين الاجيال بقى بتاعت اليومين دول بيحبوا بقى التغيير والتجديد ما بحبوش الحاجات التقليديه فالنوايب بتاعتهم كده تاني يوم مسكتها طبعا وببدا اخليها من العظم والجلد والدهون الموجوده فيها بخليها كده بس نسائر لحمه من سواء من الوراك او من الصدور دايما يعني بعملها لهم شاورما يعني بعد كده بخليها بقى كده ببصلة وأقطعها كده شرايح وادبلها على النار بشوية زيت وبعد كده انزل بيه الشرايح الفراخ اللي قطعناها دي وبحط بقى فلفل في اخضر وبحط في الاخر طماطمية ونحط بقى التوابل والتركات بتاعتنا شوية البهارات دي بقى بخلوها لها طعم تاني وبعد كده بدخلها في حشوة يا اما بعملها بيها مكرونة جريسكو او بعمل بيها سندوتشات سوري او ان احنا بناكلها كده بعيش بحبها برضه ياكلها بالعيش جنب رصة بطاطس بتبقى جميلة وبتقضي اليوم فقلت بقى أغيرلهم النهاردة عشان دايما منهم شاورما ففرمتها كده في الكبة. وبعد ما فرمتها جبت بقى بصله مبشوره ناعم وشلت الميه بتاعتها صفيتها من الميه وخدت بس بشر البصل وحطيت عليه الملح والفلفل الاسود وبابريكا وكان عندي برضو كيس من بهارات الكفته ده حطيت منهم عليها عشان يديه بقى طعم تاني وبعد كده قلبتهم كويس وبحط بقى بيضه عشان تبقى تتماسك معاه وبجيب بعد كده عصيان الشيش طاووق وبصبحها عليها وبعد كده هسويها على الطاسه على النار وبعمل جنبها اي شويه مكرونه ولا حاجه ايه رايكم بقى في المثل ده